ويلكم حاجة كذا مرة سهلة خفيفة للفطور اللي ما يحبون يفطرون فطور ثقيل. جيبي زبادي يوناني، أوكي، تلقينا ندى في التميمي، في بندى، في أي مكان، نفس الزبادي العادي بس يختلف شوي. بعدين حطوا الفواكه اللي انتو تحبونها معاها، أي نوع فواكه تحبونه، تبون تحطون فراولة، تفاح، عنب، بلوبيري، توت أحمر، أي شيء. بعدين كلو. أفضل دايما إنكم تشربون حليب فريش، بس أنا صراحة من محبين حليب السعودية، مرة أحبه. أفضل دايما إنكم تشربون حليب فريش، بس أنا صراحة من محبين حليب السعودية، مرة أحبه. أفضل دايما آخر غرفة أبوي عشان إذا جاي يستانس، كان مبخر. واضح لكم قد إيش متحمس النادي. طبعا حمستنا اليوم مريم، شكرا مريم، وعليكم من شعري عشان يعني اني مسويه ستايل، فهمت اللي كذا ميو ما ضبط. عشان ايش؟ حمستك عشان التحدي. اي حمستك عشان التحدي. اوكي يلا ننطلق. تخيلوا توني داخل النادي ما قلت بسم الله، دقوا علي المكتب قالوا عندك اجتماع، انا نسيت من فهوة، وعليكم من شعرك الشا. المهم جيت واركبت سيارتي ودعست خلاص، يعني مرة ابي اوصل على الوقت، وانا في الطريق لاول مرة في تاريخي اخذ مخالفة، لقطني ساهر، السرعة كانت 80 وانا ماشي 110. يلا ان شاء الله الاولى والاخيرة. انا كنت يعني ماخذ عهد على نفسي ان شاء الله اول سنة لي ما يكون عندي ولا مخالفة، لكن بدايتها ساهر. وضعنا كويس يا جماعة، ما عليكم سيارة وسخة، بس شوفوا ناسي بطاقة المواقف فما في احد يفتح لي، فيبي لي اروح ادور مواقف كذا في الحواري، لان كل مواقف اللي هنا واللي هنا فل. مشعل يفتح لي الباب، شكرا شكرا. لا تأسل لك بصمة، صرت اليوم والله يا أخي أنسى، صح المفروض يكون عندي بصمة. حركات حركات حركات. يلو احنا مسوين مطبخ في الحديقة، أوكي شوفوا حركات، والله البنات مضبطين المطبخ وجايبين غاز ودني. ميس وانا مكروهة في المكتب، بعض الناس راحوا وعندهم عزيمة، راحوا. احنا هنا في المكتب مسوين احزاب، حزب الذكور وحزب النسويات، فاصلين عليهم. اليوم بوريكم تطبيق نسناس مسوين خصومات 20%، تخيلوا. فاللي تبي تطلب ملابس، اشياء حق الشتاء ولا حق الجامعة، تستغل هذه الخصومات، خاصة ان نسناس دايما ينزلون اشياء تموت، اشياء قطعها حلوة. خلنا اوريكم، شوفوا هذا الجاكيت، واو مرة حلو غريب. قبل ما اوريكم الاشياء الحلوة عن نسناس، لازم تعرفون الخاصية هذه، البحث من خلال الصورة. لو لقيتي صورة لصديقتك، موديل، ممثلة، اي احد لبسه كان عاجبكم او قطعة ملابس، صوروها او تبون زيها ويطلع لكم خيارات زيها. الحين بوريكم كيف نقدر نستخدم. خلونا نشوف لو عندي صورة شيء، هل اقدر يعني يطلعوا لي زي ما هو. اوكي ابي هذا، اوكي ابي نفس هذا الفستان، شوف طلعوا لي، شفتوا طلعوا لي اشياء مثله قريبة من ستايله. يعني مع بعض نقلب، خلينا ندخل فساتين نتفرج، شوفوا هذا مرة حلو حبيته، هذا اللون الأزرق صاير ترند هذا الفترة، هذا مرة أنيق نعومي. من الأشياء اللي أحبها في نسناس إن عندهم تنوع بالقطع بالموديلات، شوفوا الفساتين يعني ألوان وموديلات مختلفة.
كل شيء يخطر على بالك. شوفوا هذا الأصفر مرة حلو بس يبي له وحدة طويلة ما يليق علي. شوفوا هذا بعد مرة جميل. وحبيت بعد جودة الصور، يعني الموديل الصور تصوير يوضح لك القطعة. شوفي كيف القطعة تيجي. خلينا ناخذ فرع على الأشياء الموجودة. طبعا في الفساتين الكاجوال، في السادة، في أشياء حقت مناسبات، في هذه المشجرة، في أشياء السهرات اللي عليها ترتر دانتيل، كل شيء يخطر في بالك. شوفوا هذا يموت. شوفوا يا بنات الفستان تفاصيله تعقد. شوفوا هنا خصم 40%، هنا 61%، هنا 60%. تخيل كان 349 صار 136، هذا تخيلوا كان 239 صار 96، يعني 100 ريال. روح حلو. شوفوا هنا برضو هذا كان 200 وعليها صار 161. شوفوا هذا عليه خصم 60% برضو. والله مرة أشياء كثيرة، احترت أقسم بالله. كنت باخذ لي فستان لحد الحين مختارة. شوفوا أربعة. شوفوا هذا الأبيض، يلا مرة شيء حير. في اللي تجي رسمية حقة الشغل دوامات، في حقة البحر مرة يحير، في حتى اللي تجي كذا ساترة حقة العزايم كذا زي الجلابية، قريبة من الجلابية. شوفوا هذا الشوزات، لا أحكي لكم. شوفوا هذا أحمريكا من بوم رهيب، هذا بعد العنابي. شوفوا هذا، هذا مرة أنيق، مرة حلو على الرجل. الهاي هيلز عندهم يا بنات زي ما انتم شايفين، لا أحكي لكم. أغلبها موديلاتها حلوة وبنفس الوقت يعني مختلفة شوي. شوفوا هذا الذهبي، اللي عندها زواج ولا شيء وتبي هاي هيلز ذهبي حيصلح لها مرة. خيارات زي ما قلت لكم متنوعة، في سنيكرز، في صنادل، في أبوات، في هذا العالي، يعني هذا ضروري يكون في دولاب كل بنت في الشتاء. في منه أشكال ثانية، خيارات ثانية مرة متنوع. شوفوا هذا الفوشي، ما أحب أنا الفوشي بس في ناس يحبونه. مرة ما شاء الله أشكال أنواع كل شيء. تبين كعب عالي، هذا يحبون الأمهات مرة، حتى أنا أحبه لما ألبسه مع فستان بحر مرة يجي مريح. مو على البحر طبعا، رايحة اسمه ذا، بس أنا مريح اللي تبي تلبس شيء مرتفع وتبي تمشي وراها مشوار. شوفوا هذا نفس الأسود اللي وريتكم قبل شوي، وصراحة يحير مرة. عاد أنتوا ادخلوا يا بنات ومخمخوا. واو حلو هذا مرة كذا مزخرش، حفلة الشوز بالحالة يعني ملابس نادي. يعني أريد ارجعي كملي النادي اللي سحبت عليه اليوم أبو 10 دقائق. طيب الله حلو جيشي، لبس نادي وجيشي. لا ما أقوى أنا والله. حتى قسم الميك اب ما شاء الله، في أشياء أنا ما قد شفتها يعني في مكان ثاني، وما قد شفتها في المحلات خاصة منتجات لوريال. في كمية تنوع يا بنات مو طبيعي. حتى قسم الاكسسوارات مرة منوع. شوفوا في هذا السلسال ولا قلادة على قولة بعض الناس. شوفوا في كم قطعة يعني صراحة حبيتهم. خلنا أوريكم هذه حلقان منوعات حلقان. هذا أبو ريش كذا اللي يحبون الأشياء الفانكي. شوفوا ال شو اسمه كفر الجوال. شوفوا هذا أبو عين، هذا شكل الخاتم حلو. أبي أشوف على اللبس كيف، مو حاطين واحدة لابسته إلا إنه فيه. شوف كيف مرة حلو، إصبعين مع بعض. للشباب صراحة حبيت التيشيرتات، وشوفوا عليها كلها خصم يا عيال، في 50% في 40%، والتيشيرتات حقتهم تموت. شوفوا هذا الجيشي حلو، هذا الأبيض حلو، شوفوا هذا كمان حلو، ها
هذا حلو وهذا وهذا. شو هذا لون بطل؟ اللون هذا مرة حلو. القمصان مرة أنيقة. طب لاحظت عندنا العيال ما يحبون يلبسون كذا بدل أو قمصان، ما أدري ليش، يعني ما أنا مرة حلو دائما يا يلبسون، يعني إذا ما لبسوا ثوب بدل يعني كذا رياضية، ما يلبسون لبس كذا رسمي شيك، ما أدري ليش. سؤال والله صدق يا عيال جابوني، ليش ما تلبسون؟ ولا عشان يتعفط؟ لا والله الثوب يتعفط. في جاكيتات، في تيشرتات، اي والله سوالف مرة حلوة للأولاد، قصدي للشباب عشان ما يزعلون. وهذا بوما سنيكرز كان ب450 يا شباب، صار ب270. وفي كمان هذا نايكي اللي يبي يقضي شوزات للنادي، فرصتكم نس ناس. شوفوا كلها 40% 50 شوزات سنيكرزات. هذا مرة حلو، كان ب800، او ماي جاد صار ب400، والله مرة يموت. لازم تشترونه يا شباب. انا بشتري اذا في لقيت، دقيقة خلنا نشوف، اذا لقيت مقاسي باخذه حتى لو انا ما قسم العيال. 8 يعني كيف؟ مقاس 8 يعني ايش؟ جدول المقاسات اللي صح عشان يطلع لي مقاسي. ايوه مقاسات 8. اوكي 8 يعني 40. لا ما يصلح لي. هذه عليها خصم 70%، تخيل كان ب700، 699 صار ب209. وهذا برضو شوف كان ب469 صار ب140. شو هذا؟ والله يا شباب صدق الخصومات اللي في قسمكم تموت، مرة تموت والله. اللي بيقضي شوزات فرصته، مرة أشياء حلوة. قسم الشباب في اكسسوارات، في شنط، في ازياء، في احذية، في اشياء التشذيب والحلاقة. التشذيب يعني سمكرة، يعني يشذبون، يعني يتزينون. التشذيب لازم احفظها زين. وفي عندكم شنط وكل شيء، كل شيء تبون. صدقوني راح تشكروني على تطبيق نسناس. ارفعوا الحين الشاشة، راح يطلع لكم الابليكيشن، حملوه وتفرجوا، لا تشترون بس تفرجوا، صدقوني ما راح تقاومون. والله العظيم مو طبيعي. انا توني طالبة 10,000 شيء، خلاص ما قدرت، طلبت والله العظيم ما قدرت، مع اني خلاص يعني مرة شريت ذا الشهر اشياء من دبي وكذا، خلاص يعني خلصت ميزانيتي حقت الشوبينج، فمع كذا ما قدرت، لأنه مرة لقيت أشياء حلوة والخصومات الجامدة اللي مسوينها غصب تخليك تشترين. أنا الحين بروح أقضي شوزات للنادي، بقضي ملابس للنادي، وبقضي فساتين، لأنه مرة حلوة، مرة فرصة. اليوم مرة انكرفت المكتب لأنه صار لي فترة شوية يعني شغال، فكان عندي شغل متراكم، جيت لقيت بعض الهدايا من الموظفين، بوريكم اياهم. فرض انا اجيب لهم هدايا، هم يجيبوا لي. يا اخي كيوت، احبهم. صباره برضو جايبين لها لي عيال الموظفين من البحرين، كانوا في الاجازه في البحرين جابوا لي اياها، شكرا. بحطها في مكتبي الحين فوق. دي الثالثه من افراح، وهي اعلان عشان دي لي لا تنسينا. طيب افراح طال عمرك ما راح انسى. طن هزتني قبل لا تروح، طويله العمر. اوكي ثانية من علي جايب لي كفر عليه صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طول عمره، وهنا ما أدري وش. دقيقة خلنا نفتح هذا. والهدية الثانية برضو كفر الولي العهد، أوكي حلو، عشان إذا ضاع واحد أحط الثاني. وجاب لي تيشرتات عليها جيب عشان سيارتي، مرة شكرا كيوت، والله مرة كيوت. شكرا 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 شكرا, شكرا. بنات الحين بيطقون عندي، كل واحدة تقول اعطيني ثاني اعطيني ثاني. فمن الحين اقول لكم اوكي، مريم، لولي، ياسمين، منيرة، فوز، لا تحاولون، ما راح اعطي احد. اوكي من الحين اعلمكم، حتى شوق ما راح اعطيك. السفر القديم بنخليه هنا في المكتب، بنركب الجديد. عفوا حطيت له كفر حلو، البورشة الهواوي، ابي له كفر. من وين احصل محل يبيع كفرات هواوي؟
أشياء رهيبة. خلصت ما عاد بقالي شيء أسوي في المكتب، لازم أروح أنبسط بالخميس. فبشوف الحين وش خطط البنات وش ما في فعاليات تسوى، أو إني أرجع النادي أكمل تمرين سحبت عليه. خميس وبطبخ للبنات وقلت لهم اسوي لهم برياني، اسوي لكم لوخية عيو. وش يبون؟ يبون الباستا حقتي، مره يحبونها مره. قهوه ومريم قاعده تسوي لنا قهوه. الله الله الله، واضح حسنا من هذه فارت على الجزمة. واو جيم. هلا 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 هلا، انتي وحشتيني. ليش ساحبه؟ ليش ساحبه؟ ليش ساحبه؟ اعترف انا اللي ساحبه. اوكي انا سابك يشهد. يعني انا ما القله اللي تشره؟ لا والله اني ما اتشره، تعرفيني ولا عاتب روحي والدرب اخضر، بس انا لا تقولين ان انا اللي ساحبه، يعني لا تحطينها على راسك. طيب اوكي. هلا 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 بالهلا والله. كيف اعجبك الاكل؟ بقول لهم شو الحال. بالعافية. الصلبة أحلى شيء. هي طبخت لهم. أكانت.